عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس جلسة جديدة بحث خلالها عددا من مشروعات القوانين والقرارات المقدمة من الحكومة. ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي شهدت إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى لجنة برلمانية مشتركة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. ووافق مجلس النواب بشكل نهائي على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010. كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها. ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة منه، خاصة فيما يتعلق بتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها. واللجنة المشتركة توافق على مشروع قانون المعروض بعد التعديل، ترجو المجلس الموقر الموافقة على ما رأت وعلى مشروع القانون بالصيغة المرفقة. من حيث المبدأ طبعا بوافق على مشروع القانون، وبشكر اللجنة الموقرة على مجهودها الوافر وعلى التقرير الوافي اللي احنا طبعا قريناه بكل اهتمام. ما فيش شك ان قطاع السياحة طبعا يعني قطاع مهم. لما بنيجي نتكلم النهاردة على يعني المميزات التي حباها الله لمصر، يعني هنتكلم كتير جدا يعني بحار وأنهار وأثار، لكن اللي يهمنا في هذا الموضوع وإحنا بنتكلم على إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد ليها، إن إحنا أيضا نتكلم على تطوير السياحة. المجلس وافق أيضا على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام مصر إلى البنك، لترفع الجلسة على أن يواصل مجلس النواب مناقشة العديد من مشروعات القوانين والقرارات في جلسات قادمة.